اسمي رانيا رجب رمضان من المحله الكبرى، وزني 120 وجايه عشان اعمل عمليه تكميم. شفت الدكتور كريم كذا مره في التلفزيون فلقيت ان هو ناجح في العمليات، شفت الحالات اللي هو جابها فجيت عشان اعمل، وانا بعمل عشان مظهري وشكلي يتغير كل حاجه. ان شاء الله استنوني بعد العمليه بشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنعرض مين يعمل تكميم معده، مين يعمل تحويل مسار. عندنا في الليست حالات كتيره مختلفه. من الحالات مدام رانيا، يعني احنا هنعمل لها تكميم معده. احنا ليه بنعمل تكميم معده؟ عمليه تكميم المعده هي عمليه انقاص وزن بتعالج السمنه المفرطه. في الوزن اللي هو زايد احنا بنعمل عمليه خلال فتحات صغيره، وهنوريكم في العمليات ان هي بتبقى فتحات صغيره جدا بنجري بيها العمليه. بنقعد ساعتين في ما بعد اجراء العمليه. العمليه قد تستغرق نص ساعه او اكتر، يعني شويه او اقل من شويه حسب الوزن اللي هو بيبقى موجود. بعد ساعتين من خروجنا من العمليات بنبتدي نتحرك، 6 ساعات بنبتدي نشرب. بعد يوم او اقل من يوم احنا عندنا عيانين خرجت في خلال 12 ساعه من بعد العمليه، بيمارس نشاطنا بعد يمكن يوم بعد الخروج، يعني بيقعد معانا يوم في المستشفى او ليله. تاني يوم بنروح نقعد في البيت يوم، بعدها ممكن ننزل شغلنا عادي ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. عمليه تكميم المعده احنا بنحبها في الناس اللي هم مش اكلي سكريات بشراهه، يعني الناس اللي بتاكل، يعني السكريات ما بتفرقش معاها نفسيا. في ناس بتبقى مدمنه للشوكليتس والايس كريم والحاجات اللي هي فيها طاقه عاليه، الناس دول احنا بنعمل لهم تحويل مسار مش تكميم معده. اذا كنا عندنا ارتجاع في المريء شديد او حموضه زايده في المعده وماشيين على علاجات بصوره منتظمه، يفضل ان احنا نقيم وضع المعده قبل ما نعمل تكميم المعده. احنا بنعمل ساعتها بقى تحويل مسار، او لو كان في اي مشاكل صحيه في المعده احنا بنعالجها قبل ما نعمل تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه خفيفه، عمليه كويسه جدا في انقاص الوزن، قويه، بتعالج الدرجات الاولى من مرض السكر. لو كان سكرنا خفيف، لو كان سكرنا غير منتظم بصوره كبيره ممكن نعمل تحويل مسار. تكميم المعده هي عمليه يمكن احنا بنعملها اكتر في السن الصغير، بنعملها في الاوزان ما قبل 150. طيب احنا لو في وزن كبير قوي وفي صعوبه تخديريه، يعني فوق ال 200 او 300 كيلو، وفي صعوبه تخديريه في النفس او في القلب او في اي مشاكل قد تكون صحيه، احنا بنحاول نعمل عمليه زي تكميم المعده، ودي برضو بتكون فعاله جدا في انقاص الوزن، لكن ربما نحتاج الى عمليه اخرى فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، انا هوريكم دلوقتي ان شاء الله يعني تكميم معده، عمليه بالمنظار. الالات المستخدمه في المنظار هي الات امريكيه، قد تكون الشركتين. انا جبت لكم شويه حاجات بحيث ان احنا نوريكم شكل الدباسه. شكل الدباسه ده الجزء اللي بيدخل جوه البطن، ده الجزء الهاندل ده اللي احنا بنستخدمه. الدباسه دي بيركب فيها كذا ريلود. الريلود ده عباره عن دبوس طوله 6 سم بالوان مختلفه. الالوان دي بنستخدمها اكوردنج او حسب الثيكنس بتاع المعده او سمك المعده. احنا بنركب الدباسه بالوضع الاتي، بتبقى جاهزه ان هي تفاير جوه البطن، بنفتحها وبعد كده النسيج بيبقى جواها، هنشوف بعد شويه، وبتقفل هي نفسها، بتدبس 3 صفوف يمين و3 صفوف شمال، وبتقطع في الوسط، وبعدين بتفصل المعدة عن بعضها بطريقة سلسة جدا. الدباسة الثانية المستخدمة برضو في عمليات السمنة هي دباسة جونسون. التكنولوجيا مختلف ما بين الاثنين، لكن هقول لكم برضو ازاي ان احنا الدبوس بتاعها مختلف شوية عن كوفيديان، لكن هي نفس الحاجات، يعني هي نفس التكنولوجي في التدبيس. يعني الفكرة هي برضو نفس 6 سم بتدخله في الدباسة. دلوقتي هي جاهزة ان هي تفاير، بنقفل الدباسه بالوضع ده، بتدبس 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، وبتقف في الوسط الانسجه. الالات المستخدمه زي ما انتم شايفين، بدل الالات اللي هي الفتح الجراحي، لا دي الات منظار، يعني بسيطه جدا، ويعني الهاندلنج بتاعها للتيشوز او الانسجه بيبقى سهل جدا. هوريكم بعد شويه دلوقتي ازاي العمليه بتجرى بالثلاثه ان شاء الله، والفتره بتاعتها فتره قصيره جدا. احنا
دلوقتي هنبتدي ان احنا نفصل الدهون عن المعدة في الوضع ده. الجهاز المستخدم اللي هو الليجاشور ده جهاز بيعتمد على الموجات الصوتية في فصل الدهون عن المعدة. احنا دلوقتي فصلنا المعدة عن الدهون بالصورة دي، بعد كده نكمل بقية فصل الدهون عن المعدة. اوريكم خطوة خطوة طبعا ازاي ان احنا بنفصل الدهون عن المعدة تماما. الطريقة دي امنة في ان هي تقلل فرصة حدوث نزيف ما بعد العملية، لان هي موجات صوتية الجهاز المستخدم اما ليجاشور او هارمونيك. الهارمونيك ده ادفانسد بايبولر متقدم، وفي جهاز تاني الهارمونيك بيشتغل بالموجات الصوتيه. الجهازين طبعا احنا بنستخدم ده اكوردنج للافيلابيليتي او يعني حسب وجوده او المتاح يعني في العمليات، عندنا ده وعندنا ده. لكن طبعا دي كميه دهون طبعا كبيره شويه بسبب السمنه المفرطه. احنا بعد دي المنطقة دي طبعا بيحتاج حرص شوية في ان احنا نفصل الدهون ما بين المعدة والطحال اللي هو العدو اللي احنا شايفينه ده. نحاول نوصلها بطريقة بالراحة يعني شوية بأمنة. لازم نوصل لعدد المريء اللي احنا شايفينها دي، وكل قبة المعدة تكون استهلكت مظبوط بحيث ان احنا ميبقاش فيه جزء من المعدة. الدبوس الاخضر بيبقى مناسب للسيكنس بتاع المعده، بناخد جزء يعني يكون مناسب من نهايه المعده، ونتاكد ان المسافه احنا مش عاملين ضيق. كده انتهت العمليه. في خلال دقيقه هنعمل اختبار تسريب دلوقتي. اختبار التسريب اللي احنا بنعمله ده عشان نعمل ضغط على الدبابيس نشوفها. بنعمل معده كانها دلونه زي الوضع اللي احنا شايفينه ده، ونراجع تاني الدبابيس بتاعتنا نشوف اذا كان في الماده الزرقاء دي خرجت ولا لا بعد اختبار التسريب. الحمد لله مفيش اي مشاكل. بتبتدي المرحله الاخيره اللي احنا بنشيل بيها المعده بالوضع الاتي. احنا بنشيل المعده من المنظار بطريقه سهله جدا. نشيلها من بورت المنظار بالطريقه دي زي ما نشوفها كده. احنا بنشيل المعده بالوضع الاتي كده اهو من جراسبر. بالشكل ده تكون خرجت المعدة قدامنا وانتهت عملية التكميم في خلال دقايق. ده الشكل النهائي بتاع المعدة زي ما احنا شايفين. اسمي رانيا ولسه خارجة بقالي ساعة من عملية تكميم معدة، والحمد لله أنا بخير. وبنصح أي حد يجي يعملها مع الدكتور كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بطمنكم على مدام رانيا، هي عملت العملية، عملت تكميم المعدة. احنا وريناكم العمليه لايف في خلال تقريبا اقل من 10 دقائق. الافاقه ما بعد العمليه احنا لسه في خلال ربع ساعه ما بعد العمليه. بعد ساعتين بنبتدي نتحرك، 6 ساعات بنبتدي نشرب. ان شاء الله قبل مرور 12 ساعه اقامه في المستشفى ان شاء الله تكون خارجه بسلامه ومروحه بيتها باذن الله. دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد
يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. مساء الخير، مساء الفل على العيون مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وساعة كاملة إن شاء الله هنقضيها مع ماسي. يمكن في سيدات كتير قوي وشريحة كبيرة من السيدات تقولك إيه، أنا عاوز أحلو، عاوز يبقى شكلي حلو ولطيف من غير ما أتعب نفسي بقى واروح مشاوير وأعمل حاجات كتير، عايز يبقى شكلي طبيعي، ودول ناس كتير قوي. ماسي دورو جولد حقق المعادلة دي، إن أنتي مش هتعملي مجهود كبير وفي نفس الوقت هيغير ويحلي من شكلك بشكل كبير قوي. الحقيقه جات لنا اسئله كتير وبتجيلنا اسئله كتير، وطول ما احنا يعني اي حد بقابله بيسالني طب هل هو هيبقى مناسب لبشرتي، طب هل هو السن بيفرق في استخدام ماسي، طب هل انا لون بشرتي هيفرق، طب انا عندي هالات سودة، طب انا عندي غمقان، حصل لي غمقان في جلدي، انا ما كنتش كده، كنت فاتحة وغمقيت، طب انا عندي تجاعيد وكرمشة، هل فعلا ماسي دورو جولد قادر على ان هو يعالج معظم، مش هنقول جميع يعني معظم مشاكل البشرة؟ الحقيقه انا بقول انه ايوه، عن يعني مشاهدتي الناس كتير جدا وتجارب ناس كتير جربت ماسي لقت فعلا ان النتيجه هايله ومبهره وغير من الشكل بنسبه كبيره جدا ودرجه كبيره جدا. فاحنا النهارده هنتكلم عنه مع ضيفاتي العزيزات اللي بسعد بلقائهم دايما وبينوروني في تغير مع يومنا، دكتوره دينا ابو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. اهلا يا دكتوره دينا. دكتوره حنان الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم. اهلا يا دكتوره حنان. دكتوره دينا نجيب احد اعضاء الفريق الطبي في شركات ماسي فارم، يا اهلا يا دكتوره دينا. ابدا معاك يا دكتوره دينا، ويمكن يعني ممكن ساعات نبقى مع بعض نلاقي ناس كتير قوي تكلمنا عن ماسي، صح، تسال وتستفسر وتقول هو بجد يا جماعه بجد اللي بيتقال ده، ده انا ما اعرفش مين صاحبتي جربته وفعلا عمل معاها ايه، صح، ده انا مين اشتريته وعمل معاها ايه. ف يعني الانتشار موجود وحققته انتشار كبير جدا، بس خلينا نتكلم مع الناس بقى اللي بتسالنا، هما ممكن يكونوا بيسالونا بره الكاميرا. أيوة. بس احنا هنرد عليهم دلوقتي قدام الكاميرا ونقول لهم ازاي ماسي بيصغر في شكل البشره وبيدي للواحده او الواحد سن اصغر 10 سنين من شكله. فعلا يا يمنى، يعني ماسي دورو جولد على طول بقول فعلا بقى المنتج الاكثر مبيعا
ماسيد روجولد في وقت قصير جدا حقق مبيعات قوية جدا، حقق نجاح كبير جدا. ماسي درو جولد منتج ما اتعملش في يوم، ما اتعملش في شهر. شركة ماسي فارم تعبت فيه 6 سنين ابحاث كلينيكال ترايلز عشان تطلع منتج ينفع لكل الستات، ينفع لجميع الاعمار، ينفع لجميع انواع البشرة، ينفع مش بس للستات، رجال ايضا، لان الرجالة كمان دلوقتي بقت مهتمية جدا ببشرتهم. ازاي ماسي درو جولد يقدر يصغر في سن البشرة شكليا 10 سنين؟ بطبعا مكوناته. ماسي درو جولد بيحتوي على 56 مكون. مش ممكن هنلاقي منتج موجود في العالم بيحتوي على كل مكونات ماسي درو جولد. يعني هو علاجي تجميلي يا دكتورة دين؟ علاجي تجميلي يا يمنى، وكمان وقائي. وكمان وقائي يعني، علاجي تجميلي وقائي بالظبط، يعني يعالج المشاكل صح، بيجمل لو حد ما عندوش مشاكل يجمل، وقائي ان هو بيمنع من 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 ظهور المشاكل المبكره مره اخرى. ماسي درو جولد الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج التجاعيد. كلنا عارفين ان التجاعيد بتتعالج بالفيلرز بالبوتوكس. ماسي درو جولد فيه مكونات، ومش بس مكون واحد بيشتغل على التجاعيد، في اكتر من 10 مكونات بتشتغل على التجاعيد. ماسي درو جولد من اهم مكوناته اللي مش هنلاقيها موجوده في اي منتج تاني جزيئات الذهب. ماسي درو جولد اتعرف بكريم الذهب. يمكن ناس كتير مش عارفه اسم ماسي درو جولد، او ناس كتير طبعا عارفه اسمه، بس الستات كتير قوي قابلتها بتقول لك كريم الذهب. ماسي درو جولد بيحتوي على جزيئات ذهب عيار 23، بيعالج جميع انواع، بيعالج جميع المشاكل، من تجاعيد، من بقع، من هالات سوداء، المشاكل اللي بتقرقنا كلنا. لو انا ما عنديش تجاعيد اكيد عندي هالات سوداء. لو انا ما عنديش هالات سوداء عندي تجاعيد، عندي بقع، وشي مطفي بالظبط، ما عنديش حاجه خالص بس وشي مطفي. ممكن تبقى بنت قمر بس ما عندهاش الكاريزما. الكاريزما يبقى الوش فيه نضاره، في منور، كل الحاجات دي وبتقدر تكتمل مع كريم ماسي درو جولد ده اكيد. لذلك يا دكتوره حنان انتوا خدتوا شعار انه بيصغر في شكل الواحده 10 سنين. ويمكن يا جماعه المشاكل دي، ما هي المشاكل دي اللي بتدينا سن، ما هي التجاعيد هتدينا سن اكبر من سننا، الهالات السوداء هتدينا سن اكبر من سننا، البقع هتدينا سن اكبر، البهتان ده بيدينا سن اكبر. فانتوا اشتغلتوا على الحته دي واطلقتوا الشعار ده ان هو هيصغر في سن البشره 10 سنين. دي حقيقة فعلا يا يمنى. كمان ماسي درو جولد احنا دايما بندي شعار تاني كده، ازاي نعجز بذكاء. يعني ايه نعجز بذكاء؟ يعني السن يبقى مجرد رقم، مش باين عليك ان سنك مثلا 40 50 60 فما فوق. لان ماسي درو جولد زي ما قال الدكتور دينا انه فعلا بيحتوي على اكتر من 10 عناصر، هو بيحتوي ككل 56 مكون. فتخيلي يا يمنى 56 مكون من اغنى المكونات، من اقيم المكونات، المفيدة جدا لبشرتي. انت لما بيعجبك حاجة في الماركت او بنجيب مثلا كريم او حاجة بنلاقي فيه 3-4-10 مكونات بتقولي ده تحفه، ما بالك ماسي درو جولد؟ لا، وفي كريمات بتبقى حاجه واحده، حاجه واحده بالظبط، زي الكافيار مثلا. هنتكلم المكون الموجود في ماسي، فماسي بيحتوي على 56 مكون من اغنى المكونات، من اكتر المكونات اللي بتفيد جدا البشره. مكون تاني موجود في ماسي درو جولد هو الكافيار اللي احنا عايزين نتكلم عليه يا يمنى. الكافيار هو مستخرج من خير البحر، في كل بقى انت عارفه لما بنقعد قدام البحر شويه تلاقي بشرتك كده فيها نضاره وحيويه. فالكافيار فعلا فيه غني جدا بالاملاح المعدنيه مناسبه البحر. ثلاث ارباع السيدات اللي على البحر بيستخدموا ماسي. انا فعلا لما رحت هناك قعدت في على البيتش لقيت فيه كتير جدا مطلعين ماسي وحاطين جنبهم على البيتش. لا استغربت، احنا بنستخدمه مش عارفه ايه، لان هو بيستخدم كسان بلوك كمان. في حاجه دمار. زياده ان هو غير ان هو كريم زي ما قلنا كورس علاجي تجميلي وقائي للبشره، هو كمان بيستخدم كسان بلوك، فده بيفيد جدا في حالات التعرض للشمس. فالكافيار بيبقى غني جدا بالاملاح المعدنيه المينرال سولز اللي خارجه من ميه البحر. الكافيار غني جدا بالامينو اسيدز او الاحماض الامينيه، وده بيديني نضاره وحيويه للبشره، بلس ان هو بيعالج التجاعيد. كمان ماسي درو جولد فيه مكون مهم قوي يا يمنى، هو السيرامايد. السيرامايد هو بروتين بيبقى موجود في الجلد، بس بيقل فعل العوامل بقى سواء اشعه الشمس، التعرض المستمر ليها، عدم التغذيه الصحيحه، عدم شرب الميه الكفايه، كل الحاجات دي، التدخين، الحاجات دي كلها. فالسيرامايد موجود غني جدا في ماسي درو جولد. السيرامايد بيقدر يخليني احتفظ او يخلي البشره تحتفظ بالرطوبه او الهايدريشن، فبيخلي ما بيبانش فيه تجاعيد، ما بيبانش فيه علامات التقدم في السن. لانه طبعا احنا عارفين انه البشره الجافه كل ما البشره
طب الجيف دي بتبقى عرضة أكتر بالزبط. لأن هي يحصل لها تجاعيد وتشققات في البشرة وتعجز بسرعة، فكون إن هو في مكون يخلينا نحتفظ بالهايدريشن أو الرطوبة في البشرة، فدي حاجة جميلة جدا. دكتورة دينا، الذهب بقى، يعني الذهب من الحاجات اللي عاملة قلبان جامد جدا في ماسي، ويمكن الناس لما بتستخدمه اول ما بيستخدموه بيبان تاثير الذهب على وشهم على طول. مظبوط، صح. طبعا هو خلاص ماسي تعرف، هي الناس ممكن ما تعرفش ماسي دورو جولد، بس تقول لك كريم الذهب، لا عارفينه، بس في ناس او يعني هو خلاص يعني دي الحاجه اليونيك قوي في ماسي دورو جولد. فطبعا ماسي دورو جولد انا بعتمد فيه على جزيئات ذهب. ناس كتير بتطلع تتكلم على ماسك الذهب، ميه الذهب، لا انا بعتمد على جزيئات ذهب عيار 23. طيب ايه المفيد او ايه الحلو قوي في ان خلى الجولد بارتكلز دي يعني تبقى حاجه يونيك في ماسي؟ ان هو بيشتغل على مشاكل كتير قوي اللي هي بنعاني منها في البشره. اولها طبعا واللي كلنا بنخاف منها التجاعيد، تمام. طب ازاي بيعمل ايه الجولد بارتكلز على التجاعيد؟ اولا ان هي بتحسن انتاج الكولاجين. اوكي، الكولاجين ده هو الماده المسؤوله عن ان انا وشي على طول يفضل زي ما بنقول ما فيش اي تجاعيد، ما فيش اي خطوط تعبيريه، تمام. لما السن ومع كمان العوامل البيئيه المحيطه بينا، الشمس، الهواء، التلوث، الكولاجين ده بيتكسر، تمام. فالجولد بارتكلز في ماسي دورو جولد بتحفز انتاج الكولاجين، وبالتالي بتساعد على ان الكولاجين يشتغل معايا وان انا اتخلص تماما من التجاعيد. طبعا بس يا يمنى انا بتكلم على التجاعيد السطحيه، يعني السطحية بالظبط. التجاعيد العميقه شويه او اللي احنا بقى لما بنوصل لتهدلات او ترهلات ممكن بنحتاج جراحه تجميليه، بس انا بتكلم على ان احنا نلحق نفسنا في سن صغير او مثلا في سن كبير التجاعيد السطحيه، او حتى مثلا ان احنا ممكن نكرر ماسي مرتين، نحن ناخده لمده سنه، ده هيفيد معانا جدا في علاج التجاعيد. هو الكورس 6 شهور، صح؟ مظبوط، 6 شهور. تقدر ان هي تعالج معظم مشاكل البشره. مظبوط، 6 شهور انا بستخدمه الصبح وبالليل. لو التجاعيد عميقه شويه انا ممكن استخدمه لمده سنه، يعني اكرره مرتين. هو بس طبعا الجولد بارتكلز مش بس بتشتغل على التجاعيد، الجولد بارتكلز بتشتغل على التفتيح، ودي مشكله دلوقتي احنا عندنا. يعني تعالج الهالات السوداء ممكن؟ طبعا الهالات السوداء، كل ما يخص البقع والتصبغات او الهالات السوداء، الجولد بارتكلز برضو بتقلل ماده عندنا اسمها الميلانين. الميلانين ده برضو مع ان هو لما افرازه بيزيد للاسف بيزود بيبقى البقع عندها زياده والتصبغات. قوي، يعني في ناس يعني تلاقيها بشرتها بتتصبغ بسرعه بالظبط عن ناس تانية، او بتغمق او بيطلع لها، دي بتبقى لازم بقى تستخدم طبعا حاجات لكده. طبعا، لان على فكره يعني هي بتختلف بلون البشره، يعني تلاقي البيضه قوي مش سهل انها تسمر، ده حقيقي. القمحيه تسمر اسرع، اللي هي الغامقه مش سهل، اللي هي السمراء، السمار اللي هو السمار الجامد، يعني هم البشره الفاتحه بتقلب بحمار شويه. بالظبط، مش عارفه هم القمحيين هم بقى اللي بيتظلموا، هم اللي بيتظلموا. طب ما 3/4 الشعب المصري والعربي اللون ده اللي هو القمحي، فهيستفيد طبعا تماما، لان انا اي بقع او تصبغات نتيجه مثلا انا بتعرض للشمس او نتيجه الاسترس مثلا اللي هو الهالات السودة اللي بتظهر تحت العين، ماسي دورو جولد بالجولد بارتكلز قدر ان هو يقلل مادة الميلانين، يرجعها لمستواها الطبيعي، بالتالي بيوحد تماما لون البشرة، ما لاقيش عندي بقى بقع. الناس المحجبات اللي بيبقى عندنا ظاهر مثلا فرق الحجاب ده بيبان عندنا، لا بيساعد تماما على توحيد لون البشرة، ان انا يمنى ارجع للون الاصلي بتاعي. تمام، اللون الاصلي بي. مش الافتح من اللون الاصلي. بالظبط، عشان الاصل. بالظبط كده، عشان بس الناس تبقى معانا ان انا فكره التفتيح ان انا ارجع للون الاصلي، ان انا وشي لما بنقول ان هو يعني في بقع، انا بقي يعني سوري وشي مش باين ان هو شكله متجانس، ان انا بشرتي مش موحده، صح؟ لا انا عايزه اوحد لون بشرتي، ودي حاجه مهمه جدا جدا. دكتوره دينا، يمكن دكتوره دينا قالت ان هو بيعالج التجاعيد السطحيه، انت عارفه ان في شريحه كبيره طبعا جدا بتحقن بوتوكس وفيلر والحاجات دي، ومهتمين قوي خلي بالك برضو بماسي ويسالوا ومش عارفه. ما انا عايزه اقول لك مهم جدا، الشريحه اللي بتحقن الفيلر والبوتوكس لازم تستخدم ماسي،
يعني ماسي درو جولد بيكمل كمان الفيلر والبوتوكس. في شريحه كبيره جدا بتحب الحقن وعايزه نتيجه في لحظيه يعني اون ذا سبوت. يعني ماسي درو جولد بيعالج التجاعيد معالجه نهائيه بس بعد مثلا شهرين ثلاثه. ليه بنستخدم ماسي درو جولد مع حقن الفيلر والبوتوكس؟ عشان بيعزز جدا مده الحقن وبيطول مفعول الحقن. الحقن ممكن يكفي 6 شهور، الحقنه مع ماسي درو جولد ممكن يكمل سنه مفعولها يعني طبعا. في الطبيعي ممكن بيقعد 6 شهور طبعًا. 5 شهور طبعا مع ماسي الموضوع. وبعدين ممكن اصلا من تاني يعني مثلا لو سيده مدخنه حقنت فيلر في بقها بعد شهرين الفيلر خلاص. بيروح خالص خلاص. فطبعا لازم نستخدم. هو طبعا ماسي ما بيتحطش على البق عشان ناس كتير بتسالني. ايوه مش معنى كده انه يتحط على البق يعمل فوليوم. هو بس يعمل هنا بيعمل فوليوم نضاره في الوش. يعني ما بيعملش الفوليوم بتاع الفيلر. يعني كتير قوي بيقولوا لي مثلا واحده خست وينفع ماسي درو جولد معايا هينور وشها ويعمل فوليوم خفيف مش فوليوم الفيلر. كمان مهم قوي ان احنا نستخدم ماسي درو جولد مع حقن الفيلر والبوتوكس لانه بيكملوا. الفيلر والبوتوكس ما فيهوش ذهب، ما فيهوش كافيار، ما فيهوش سيرامايد. في مكونات في ماسي درو جولد الجلد محتاجها جدا زي ما هو محتاج حقن الفيلر والبوتوكس. الفيلر والبوتوكس ما بيفتحش، ما بيعالجش هالات سودا، ما بيعالجش سبوتس. طبعا مع ماسي درو جولد نقدر نعالج كل المشاكل دي. فاكيد بنصح باستخدام ماسي درو جولد مع حقن الفيلر والبوتوكس. في شريحه كبيره جدا ما بتحبش تلجا للحقن كتير وبالذات جداً في السن الصغير. يعني تقول لي مثلا يا دكتوره دينا انا عندي 20 سنه وعندي تجاعيد، بنشوفها كتير جدا ما بقاش التجاعيد مقترنه بسن معين. بقى في ديستراكشن في الكولاجين ليفل وفي الهيرونيك اسيد ليفل، في الاكل مش صحي، في مدخنين سيد بنات واولاد صغيرين في السن. فكل الكلام ده بتعمل تجاعيد وبتعمل بهتان للوش. ماسي درو جولد هايل من سن 18 سنه، لان في كتير قوي يقول لك لو انا بدات حقن دلوقتي امال وانا عندي 20 سنه هحقن كمان، ولا ما يبقى عندي 30 سنه هقعد كل ده احقن. فطبعا ماسي درو جولد هيبقى هايل لعلاج التجاعيد للناس كمان اللي ما بتحبش او مش عايزه تحقن فيلر وبوتوكس. طب 18 سنه هيقولوا لك ده بدري قوي من 18 سنه. ده انا بسمع كتير وامهات يقول لي يا دكتوره دينا اجيبه لبنتي ده دلوقتي ده بدري. يعني اللي هتبتدي من دلوقتي تستخدم ماسي درو جولد بالعكس. ده كريم يا جماعه على فكره. وبالعكس عايزه اقول لك اي بنت صغيره في السن عندها 20 سنه بتستخدم ماسي درو جولد وبنت ثانيه عندها برضو نفس السن ما بتستخدمش ماسي درو جولد، تعالي شوفي الفرق بين البنتين. تشوفيها بقى بعد ما تتجوز وتخلف وجلدها لا دي هيبقى جلدها ماسك نفسه طبعا، يعني مشدود وحلو ونضر وفي نضاره وما تحتاجش ميك اب. يعني انا مع ماسي درو جولد عمل لي حاجه حلوه قوي. يعني ناس لما بتشوفني مثلا في اي حته بتقول لي يا دكتوره دينا انت غاسله وشك وشكلك حلو. انا فعلا كان عندي عدم نضاره في بشرتي وكنت بعاني منها كتير جدا. مع ماسي درو جولد اداني النور اللي انا عايزاه ومش محتاجه ان انا اقعد احط يمكن بنحط طبعا ميك اب في التصوير بس في الحياه العاديه بنات كتير ما بتحبش اول ما قبل ما تنزل تقعد ساعه تحط ميك اب. ماسي درو جولد حقق المعادله دي. وكمان في ستات بتعشق الميك اب. ايوه طبعا مع ماسي درو جولد مهم جدا لان هو ما هو انتي طالما بتعشقي الميك اب يبقى اكيد بقى تحملي اضراره طبعا، فالميك اب ده هيعمل لك اضرار بالظبط. فانت لازم تعملي كفر وتعملي ديفنس. يعني نحط ماسي قبل الميك اب. الماسي بيستخدم از بريمير او از بيز ان هو يمنع من اختراق الميك اب للبشره ويعمل سايد افكتس. فماسي درو جولد بنصح لكل البنات ابتداء من 18 سنه نستخدمه عشان زي ما دكتوره حنان قالت السن ما يهمكيش سنك. احنا عندنا مشكله كل الستات عندها فوبيا من تقدم العمر. بس انا من الناس اللي لو شكلي صغير ما عنديش اي مشاكل. احنا ازاي نخلي شكلنا صغير بقى؟ يعني انا لو شكلي صغير وسني كبير انا مبسوطه ما عنديش مشكله طبعا. وهو ده اللي ستات كتير عايزه توصل له على طبعا. فكره يعني اصل كلنا هنكبر يعني سيبوكوا بقى سمه الحياه بقى كله هيكبر بس على الاقل كبري وانتي حلوه كده ماسكه نفسك وحلوه. طبعا مهمه قوي النفسيه مهمه. نشرب ميه كويس قوي. ماسي درو جولد كمان لانه فيه هيلورونيك اسيد مع شرب الميه بيدي نضاره فظيعه. وفي اللي زي الفيلر برضو الهيلورونيك اسيد هو وفي كتير بيقول لي هل هو بيحتوي على بوتوكس؟ هو ما بيحتويش على بوتوكس، بيحتوي على ماده بتشتغل زي البوتوكس اسمها اسيتال هيكسا بيبتايد. وماسي درو جولد اللي يجنن فيه فعلا انك اول ما بتحطيها يمنى بتشوفي شكلك اختلف، الوش بيحمر كده تحسي بديكي عارفه شكل الاجانب شكل عارفه الشكل الهوليوود ستارز بديكي شكل حلو قوي من اول دهنه. فعلا كل الستات اللي بتستخدمه مش محتاجه تحط بلاشر
بتلاقي نور في وشها وبتنزل كل الناس يقول لك شكلها حلو قوي ومش حتى ميك اب. فماسي دروجولد عمل طفره كبيره قوي لانه فعلا بيدي جزء من النتيجه. يعني محدش يقول لي انا حطيته النهارده بكره لسه التجاعيد موجوده. انا كنت هسالك عن النتيجه، يعني كلنا بنبقى مستعجلين النتائج طبعا. خاصه منتج فخم وغالي، فانا بكلمك بصراحه. صح. الناس كلها بتبقى بتقول لك طب انا عاوز اشوف النتيجه على طول دلوقتي. ماسي دروجولد يوميا البشره بتمتص منه يا يومنا 5% من المية. البوتوكس لما او الفيلر لما بتحقنيه بتحقني بالكميه الكبيره، وبعد فتره بتلاقي وشك بيرجع زي الاول. ماسي دروجولد العكس، انت كل يوم بتحقني بشرتك، البشره بتاخد من ماسي دروجولد 5% من المية، فكل يوم بشرتك بتتحسن معاكي. اول شهر بتشوفي تحسن، ثاني شهر بتشوفي تحسن، من بعد الشهر الثالث بتشوفي تحسن ملحوظ في البقع وكمان التجاعيد. دكتوره حنان، يمكن ماسي كمان في ميزه يمكن مهمه جدا، وهو انه منتج واخد ترخيص من اماكن مختلفه، يعني مش واخد ترخيص واحد بس، لا واخد ترخيص كتير جدا، وده يمكن يدي لناس ضمان لوحده طبعا. يعني ده ضمان للناس لوحده طبعا. فعلا يا يمنى احنا دايما بننصح كل الناس انه مفيش اي حد يستخدم اي حاجه غير لازم تكون على الاقل مصرحه من وزاره الصحه المصريه. ما بالك بقى يا يمنى ان ماسي دروجولد حاصل على 3 تصاريح من 3 جهات مختلفه، فده بيديني الامان والفعاليه الكامله ان انا بستخدم ماسي دروجولد وانا مطمنه تماما، وكمان بيديني الامان برضو وان انا بستخدم ماسي دروجولد هيديني التاثير اللي انا عايزاه والتاثير اللي هو معروف بيه، سواء كان لعلاج التجاعيد او لعلاج جميع عيوب البشره. ترخيص قدامنا على الشاشة ان ماسي دروجولد حاصل على ترخيص وزارة الصحة المصرية The Egyptian Ministry of Health، كمان ماسي دروجولد حاصل على ترخيص حكومة دبي، واخيرا ماسي دروجولد حاصل على ترخيص من دول الاتحاد الاوروبي. فحاصل على 3 تراخيص، ده بيخليه منتج قيم جدا جدا، منتج ابقى وانا مستخدماه مفيش اعلى من وزارات الصحة المصرية ان هي بتديني الامان والفعالية ان هو فعلا من اقوى مستحضرات التجميل. فحد مثلا يشتري ماسي يقولك طب انا يعني اضمن منين، او ايه الاثبات اللي انت هتقدمه لي ان ماسي دروجولد فعلا هيشتغل على التجاعيد ويشتغل على جميع عيوب البشره؟ لا، الناس اللي بتدي تراخيص دي ما بتهزرش يا جماعه، احنا دايما الموضوع بياخد وقت رهيب ودراسات وتجارب وحاجات كتير جدا علشان يدوا التراخيص دي. فالموضوع مش سهل، وبعدين احنا دايما 3 جهات كمان بنقدم. بالظبط، بنقدم التراخيص اللي من 3 جهات مختلفه، ده اكبر اثبات ان احنا اكبر اثبات او اكبر جهه في بلدنا بتدي تراخيص هي وزاره الصحه مصرية، وكمان بقى مبالغ في دول الاتحاد الاوروبي وحكومة دبي. كمان عايزة انوه على حاجة مهمة جدا يا يمنى، ان ماسي دروجولد زي ما هو بيشتغل على التجاعيد، هما كفتين. بيشتغل على التجاعيد اللي هي علامات التقدم في السن والخطوط التعبيرية، كمان بيشتغل على عيوب البشرة. عايزين نقول عيوب البشرة دي بتشمل ايه؟ اول حاجة بتشمل الكلف، بتشمل النمش، بتشمل التصبغات الجلدية، بتشمل الهالات السوداء، بتشمل على اثار حب الشباب. كنت انت بتقولي في الاول ازاي سن 18 سنة يستخدموا، انت عارفة السن ده فترة المراهقة بيبقى فيه حبوب شباب كتيرة قوي بتسيب اثار سايبة لون. مش لعلاج حبوب الشباب، لا هو للاثار، ما بتستخدمش مع العلاج الحبوب النشطه الحمراء دي، الاثار بقى اللي بتبقى بني دي بعدها. فهو فتره المراقب بيبقى فيه حبوب بتسيب اثار، الاثار دي بيبقى لونها مختلف، بتسيب طبعا بقع، بتسيب تصبغات، بتسيب شكلها ما بيبقاش حلو. فبنقول ان ماسي دروجولد بنستخدمه في السن الصغير لاثار حب الشباب، بنستخدمه كمان في الهالات السوداء اللي بتظهر في السن الصغير نتيجه بقى لقله النوم، ممكن تبقى الجينيتك فاكتورز عوامل وراثيه، ممكن عدم التغذيه الصحيحه، عدم شرب الميه الكفايه، كل الحاجات دي. فهو بيستخدم، فزي ما بنقول الماسي دروجولد جميع عيوب البشره. بننبه كمان انه بيجيب نتيجه هايله جدا مع الناس اللي عندهم كلف ونمش، وخصوصا كلف الحمل. النمش كمان ناس كمان شكرت كتير جدا، انا عايزه اقول كتير جدا بيعمل تحسن هايل هايل يا يمنى في الكلف والنمش. الكلف كمان اللي بيظهر في الحوامل في منطقه الرقبه او في منطقه الصدر بيجيب نتيجه فوق الممتاز. بمناسبه الرقبه بقى، انت قولي لنا طريقه الاستخدام، يعني بيستخدم ازاي ماسي؟ الناس لما تجيب حاجه زي كده بتبقى عارفه ايه بقى، طب استخدمه ازاي، طب اعمل ايه، طب اجهز نفسي ازاي، صح كده؟ طب احطه على المنطقه مثلا اللي مضايقاني بس، ولا افرده كله على الوش كله؟ تمام، فقولي بقى للناس المعلومات. طبعا هو ماسي دروجولد هو استخدامه بسيط جدا جدا يا يمنى، مفيش فيه اي ارهاق. يعني احنا الفكره ان انا احافظ ان انا بشرتي تبقى نظيفه. بمعنى ايه؟ اي نوع بشره، سواء البشره الجلد الحساسه، البشره الدهنيه، البشره الجافه، بتستخدم الغسول المناسب ليها، وتبتدي ان هي تغسل وشها.
تمام. ده الصبح او بالليل، يعني احنا بنحطه المفروض ان هو بيتحط الصبح وبالليل. تمام. بس بنبتدي بقى ان احنا ناخد مثلا من 3 ل 4 ضغطات ونحطهم مثلا على كف الايد ونوزعهم على البشره. اوكي. من عند مثلا الخدود بنبتدي من جوه لبره. حركه بسيطه جدا، وعلى فكره ماسي دورو جولد بيمتص بسرعه جدا. يعني ما احسش ان انا حاطه حاجه على وشي كتير. الكريم بيمتص بسرعه جدا، ما بيسيبش اي اثار دهنيه او اي اثار زيتيه، يعني ما بتحتاجيش ان انت تقعدي تفركي في بشرتك، هو بمجرد لما توزعيه كده هو خلاص امتص. ده بالنسبه لمنطقه الخدود. بالنسبه للدقن او الجبهه بيبقى بحركه عكس الجاذبيه الارضيه من تحت لفوق. تمام. ومنطقه طبعا الرقبه برضو من تحت لفوق. ولو عندها كلف هنا مثلا، من بصي كل الرقبه من هنا كده دي كلها. ممكن من تحت لفوق. وطبعا اهم منطقه بقى اللي هي تحت العين عشان الهالات السوداء بتبقى بحركه طبطبه بسيطه من جوه لبره او من بره لجوه. بس هي بتطبطب بحيث ان احنا ايه ما نقعدش ان احنا ندعك تحت علينا. لان الدعك ده اولا احنا بيبقى فيه شعيرات دمويه، الشعيرات الدمويه دي بتتكسر للاسف بتسبب زياده في الاسمرار اللي بيحصل تحت العين. وما يتغسلش. لا ما يتغسلش طبعا. ما حدش يقول بيتغسل، عادي تحطوه بالليل وتناموا عادي جدا. الناس بتغسلوا وشكوا الصبح عادي. الناس بتقول مثلا طب انا هصحى اصلي الفجر او كده، ده ما فيش فيه مشكله، هو خلاص انت قعدتي بيه ساعه ساعتين، وكمان مرحله مثلا بالليل او النوم سرعه استجابه البشره تبقى عاليه جدا، فانت استفدتي منه 100%. هتصحي مثلا تصلي الفجر كمان ساعه كمان ساعتين هتغسلي وشك عادي، لان هو خلاص هو احتفى يعني استفاد منه 100%. بيقولوا كده لانهم بيصحوا الصبح يلاقوا لسه في ذهب على وشه. مظبوط. الجولد بارتكلز طبعا دي بتبان مع اول دهنه. يعني انت مجرد ما بتحطيه بتلاقي الجولد بارتكلز دي شغاله. طب ايه الاستفاده من الجولد بارتكلز؟ الجولد بارتكلز اللي بتبقى موجوده على البشره من بره دي اولا بتزيل الخلايا الميته، فهي بيستفيد منها حتى يعني لو هو في جزء بيمتص وجزء بيفضل على الطبقه الخارجيه. مظبوط كده. حتى لو انا صحيت الصبح ولقيت حبه كمان شويه مفيش مشكله، انت برضو استفدتي 100% لان هو امتص 100% معاكي. طيب احنا هنروح لتقرير يا جماعه ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعاده نضاره وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات. Maci Dora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Maci Dora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Dora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Dora Gold, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.
كتير يا دكتورة دينا من الناس تقولك ايه، طب يعني هو مختلف في ايه يعني، طب ما هي كلها كريمات، طب ما الكريمات مالية الدنيا، يعني هيعمل ايه يعني، يعني هيعمل لي مش عارفة ايه، وتلاقيهم بقى لزازة قوي، طب يعني هيعمل لي مش عارفة ايه، طب هيصلح لي ايه، طب انا عندي هنا ايه، طب انت جربتي بذمتك جربتي يعني والله العظيم صح. ويقعدوا بقى ايه يعني عارفة يعني في ناس بتبقى ايه، مش هقول موسوسة بس بتبقى يعني نمكية شوية، تحب وده حقهم طبعا ان هم يستفسروا عن اي حاجه، واعتقد انكم عندكم كول سنتر. لا ده كول سنتر عظيم يعني، عظيم و24 ساعه، واحنا بنبقى متواجدين وسبعة ايام في الاسبوع، ما عندناش حتى يوم فري. وكتير من العملاء يجوا بعد الساعه 7 8 يقول لك ايه، نتكلم الصبح عشان اكيد دول الشركه قافله دلوقتي، احنا الشركه لو اتكلمت لغايه 2 3 بالليل احنا موجودين. فطبعا في اي وقت تقدروا تتكلموا وتستفسروا عن ماسي دروجولد. وكمان حلو قوي ان احنا عندنا مندوبين لجميع محافظات مصر. يعني طبعا احنا مش موجودين في الماركت، مش موجودين في اي شوبينج سنتر، يعني مش لو نزلتوا سالتوا مش هتلاقوه في صيدليه مثلا او في محل معين او وبعدين في اسهل من انك انت تبقي قاعده حاطه رجل على رجل وتتكلمي على الارقام اللي ظاهره على الشاشه والمندوب بيوصل لك لحد باب البيت بالمنتج بكل حاجه. فماسي دروجولد طبعا مختلفه يومنا، يعني كان في كريمات طبعا كتير حققت نجاح بتبقى فيها كافيار بس وحققت نجاح، لكن ماسي دروجولد الست سنين درسنا كل انواع البشره ودرسنا كل احتياجات الستات، يمكن كمان بتركز في الجمال زي الرجال، الرجال طبعا بس الستات اكتر بيركزوا في جمالهم. فازاي نجيب منتج يرضي جميع الناس. ماسي دروجولد ما حدش يقلق منه اطلاقا ان هم يحطوه، لان هو مرخص من جميع الجهات. انا واحده بخاف جدا احط اي نوع كريم، ماسي دروجولد بحطه وانا مغمضه لانه مرخص، كفايه وزاره الصحه بتاعتنا، كفايه وزاره الصحه المصريه. طبعا مرخص من دول الاتحاد الاوروبي عشان يمكن لسه ما قلناش ان هو مصنوع كله في هو ايطاليا. هو ايطالي من الالف للياء. طبعا انت عارفه ايطاليا، رحنا ايطاليا وعارفين البراندات والكوزماتكس، هم شطار جدا في الكوزماتكس. وانا كمان زرت المصنع بنفسي، مصنع هايل، مصنع فيه تعقيم قوي جدا. حضرت بنفسي مراحل تصنيع ماسي دروجولد. فعلا ماسي دروجولد ليه حقق انتشار كبير وليه بقى ملوش منافس؟ على طول بقول ماسي دروجولد لوحده without any competitor، لان مش هتلاقي منتج ابدا في كافيار، في كولاجين، في جزيئات الذهب، في ماده الفيلر، في سيراميد، في الكركوما لونج اكستراكت، في دايميثيكون، في كل مكتوبين ورا. ورينا كده العلبه، العلبة شكلها حلو قوي يا جماعه على فكره، لا فظيعه تحس بنت ناس كده. في طبعا كل الانجريدينتس كلها مكتوبه والاكسبيريشن ديت 5 سنين. حلو قوي، فطبعا حاجه حلوه جدا وحاجه شيك قوي. عايزه اقول لك دي 6 اكشنز اللي مكتوبين بره دول، اللي هي الحاجات اللي بيعملها يعني بيعالجها. طبعا انتي رينكل، مضاد للتجاعيد، انتي ايج، محارب لشيخوخه البشره، وايتنينج يعني بيفتح البشره، مش بس بيفتحها، هالات سودا بقى، بقى، علامات نمش، كلف، موسترايزنج بيعمل رطوبه عاليه جدا للبشره، نورشنج بيعمل نضاره بنشوفها من اول ما بنستخدمه، فيس ليفتنج دي حاجه مهمه جدا، ان ماسي دروجولد بيشد البشره. طبعا مش التهدلات العميقه هي التجاعيد، غير الترهلات. ترهلات يعني بيبقى في ساعات خطوط، دي تجاعيد، في كرمشه، وفي تهدل بيبقى هنا، في تهدل مع مثلا مع انت عارفه مع التقدم في السن وسايبين نفسنا، الجاذبيه بتاخد الوش وبتنزل تحت. فعشان كده بقول محدش يسيب نفسه لازم نحارب السن. فطبعا ماسي دروجولد بيعمل شد، طبعا لو شد، لو ترهلات كتير قوي بنحتاج بقى جراحات، لكن الترهلات البسيطه ماسي دروجولد يقدر يعالجها. واهم حاجه ان احنا لما بندهن ماسي عكس الجاذبيه الارضيه ومن تحت برضه زي ما دكتورة دينا قالت عكس الجاذبية الأرضية، وما ننساش الرقبة بتبين السن جدا. أكيد طبعا. يمكن يا دكتورة حنان أنتوا اعتمدتوا على تقنية النانو، يعني لما تصنع ماسي اتصنع بتقنية النانو، وتقنية النانو دي في ناس كتير بتسمع عنها بس مش عارفة ايه هي. مش بس يمكن انتوا اعتمدتوها
في المكونات، يمكن في التنقية كمان، في تنقية المكونات، لأن هي كلها مكونات طبيعية تعتبر من الطبيعة. مظبوط فعلا يا يمنى. احنا دايما بنقول ان ماسي دور جولد بنأكد على كلمة انه كورس علاجي تجميلي وقائي للبشرة، ودايما بنقول علاجي لانه بيعالج جميع عيوب البشرة. هو معمول بتقنية اسمها تقنية النانو او النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي للناس اللي مش عارفة ايه هي النانو تكنولوجي، هي عبارة عن ان ال 56 مكون اللي في ماسي دور جولد بيطحنوا قوي. يعني ايه بيطحنوا؟ بيصغروا قوي، ما بيبقوش بارتيكلز كبيرة، تصغر قوي. وانت كل ما بتصغري مكونات او العناصر نفسها تصغر قوي، ده بيسهل على البشره الامتصاص. يعني هقول لك مثلا، مثلا لما مثلا تيجي حتى في اي في الاكل مثلا، لو في فلفل مثلا مطحون وفلفل، ايوه الحاجه لما بتبقى ناعمه، لما بتبقى ناعمه بتدي بسهوله، وبتدي مثلا في الاكل طعمه مثلا اقوى بالظبط. نفس الحاجه هنا، فلما المكونات بتاعتي بتطحن تماما، ده بيسهل على البشره الامتصاص، بيديها استفاده اكبر بنسبه 100%. البشره بتقدر تستفيد بال 56 مكون اللي في ماسي دور جولد. كمان بينفع جدا النانو تكنولوجي للناس اللي بشرتهم دهنيه. اوقات البشره الدهنيه تقول لك لا انا بخاف احط الكريم هيزيت اكتر او هيخلي بشرتي تبقى، بالعكس نانو تكنولوجي الطحن ده اللي بقول عليه او التقنية النانو اللي معمولة بيها ماسي دور جولد هيخلي البشرة تمتص الكريم بسهولة جدا وبسرعة ثانية. بالظبط. يعني انا بشرتي دهنية لما على طول بستخدمه ما بحسش بقى ان في حاجه بتلمع كده، و ده لانه معمول بتقنيه النانو بيمتص على طول. بالظبط، لانه معمول بتقنيه النانو. فزي ما بنقول ال 56 مكون مطحونين كويس قوي، بيخلي البشره تستفيد جدا بال 56 مكون، وفي نفس الوقت ما بيبينش اي اثر دهني على البشره. دكتورة دينا، يمكن احنا دكتورة حنان قالت البشرة الدهنية، مظبوط. انا في رأيي ان كل واحدة اصلا لازم تعرف هي طبيعة بشرتها ايه الاول، يعني تبقى عارفة هي طبيعة بشرتها ايه علشان تتعامل على هذا الاساس، لان في حاجات كتير جدا احنا بنستخدمها كمثلا لو غسول او انت مثلا حاجات معينة بتستخدميها، فلازم تبقى مناسبة جدا، لان هي بتأثر. لو الحاجة مش مظبوطة ممكن تأثر. طبعا ماسي من الحاجات اللي مناسبة لكل انواع مظبوط البشرة، وده حلو جدا. اكيد جدا طبعا. يعني أكيد. وكمان الالوان مظبوط صح، يعني مش مثلا السمرة بس ولا الفاتحة بس صح. لا، الالوان والانواع مظبوط. فازاي الموضوع ده حصل؟ اولا هو ماسي دورو جولد يعني يستخدم زي ما دكتور دينا قالت من سن 18 سنة، يعني بنت، ولد، سيدة، رجل، اي حد يقدر يستخدم ماسي دورو جولد. بالنسبة لانواع او الوان البشرة، الاول نبتدي بيها البشرة اللي هي البيضة، عندنا القمحية، عندنا مثلا السمرة، كل الوان البشرة دي بتقدر تستفيد من ماسي دورو جولد بمية في المية يا يمنى. بالنسبة مثلا البشرة، احنا بنقول ان الجولد بارتكلز انت اول ما بتحطيها بتبان على الوش، بتبان على كل الوان البشرة، السمرة، القمحية، البيضة، كلنا بنستفيد منها، مفيش حد ما بيستفيدش منها. برضو لو رجعنا لانواع البشرة، هي دي بقى يعني الحاجة اللي خلاص بقى عندنا، يعني ناس كتير بقى عندها وعي ان انا نوع بشرتي دهني، انا نوع بشرتي جاف، فده هينفع ان انا استخدمه ولا لا. طبعا ماسي دورو جولد صالح برضو لجميع انواع البشرة، ما سابش بشرة يمنى. اولا البشرة الدهنية، انت بشرتك نوعها ايه؟ انا مختلطه. مختلطه. ودكتوره حنان بشرتك مختلطه برضو؟ برضو معظمنا هنا في مصر كده، يعني معظمنا اللي هو يعني ايه يعني مختلطه، بتبقى يعني ازاي؟ بتبقي في الصيف بيبقى عندك بعض المناطق اللي احنا بنسميها تي زون، اوكي كده تبقى دهنيه، وممكن بتعرقي مثلا من رقبتك شويه. لكن في الشتاء بتبتدي انها تبقى جافه. طب صدق انا كمان كده عليها مختلطه. وانا طول عمري فاكره بشرتي دهنيه. الناس البشره الدهنيه ما بتسيبهاش، يعني انا بشرتي دهنيه، انا صيف شتاء انا بشرتي دهنيه. دي يعني دي الناس. وكمان البشره الدهنيه اكتر ناس للاسف بيعانوا من الحبوب، تعرفيهم برضو ان هم لا، بس اكتر بشره ما بتعجزش. انا بتعجزش اكتر بشره ما بتعجزش، فلازم نديها حقها. صح. ماشي، ما يطلع لنا حبايه ولا انا هون عندي حبايه اهو، يعني لان مع الشمس والبتاع فعلا، بس هي بشره محظوظه لان هي فعلا اكيد طبعا السيبم والدهون والحاجات اللي فيها بتحافظ على رطوبه البشره، وبتحافظ ان البشره ما تبقاش جافه. الجفاف هو اللي بيشقق وبيعمل تجاعيد. فطبعا البشره الدهنيه من اكتر البشرات فعلا ما بتعجز، فدي ميزه كبيره. وبالمناسبه طبعًا. يعني انا مثلا طلع لي حبايه، احنا عارفين ان ماسي ما بتستخدمش مع الحبوب النشطه طبعا، فانا بعالجها بتسيب اثر بعد بقى الاثر ده. ماسي على طول بحطه عليها
يشيلها لك على طول تماما. يعني مصبوع. يمكن يومين ثلاثة بتروح لانها بتبقى لسه جديدة صح. يعني عارفة مش حبوب بقى لها سنين فبلحقها على طول اول باول. يعني عايزة اقول انه لو الحباية طازة لسه والاثر بتاعها لسه جديد بيتعالج بسرعة جدا أكيد. غير لما تبقى حباية بقى لها سنتين ثلاثة اربعة يعني ممكن بتتعالج برضو بتتعالج يا يوم انا بتكلم على نفسي بالظبط يعني انا اهو دي هتروح هتتعالج دلوقتي بعد ما تروح بتسيب بقى العلامة صح. بني بستخدمه بتروح على طول صح. يعني لان هي لسه جديدة يعني فالالوان والانواع مفيش مشاكل فيها لا احنا اتكلمنا عن الدهنية ان احنا خاصية النانو تكنولوجي النانو تكنولوجي دي ان الكريم بيمتص بسرعة جدا ما يسيبليش اي اثار زيتية او اي اثار دهنية فبالتالي انا بستعمله وانا راضي جدا ما حسش ان انا حاطط حاجة على وشي حاجة حمل على وشي دي حاجة البشرة الجافة البشرة الجافة طبعا بتعاني من فكرة عدم الترطيب طبعا احنا اتكلمنا في عناصر كتير جدا في ماسي دورو جولد اولهم الكافيار ده بيعتبر بيعمل ترطيب عالي جدا المادة اللي هي السيرامايد دي اصلا مسؤولة عن ترطيب البشرة لان ترطيب البشرة بيأخر لي تماما يا يمنى ظهور علامات التقدم في السن بيأخرها تماما كل ما انا ببقى بشرتي يعني مترطبه كويس ومحتفظه بالميه ده يأخر لي تماما ظهور علامات التقدم في السن البشره الحساسه اللي تقول لك مثلا عندي ايه موضوع البشره الحساسه ده بقى البشره الحساسه هي كل الناس دلوقتي بقت بشرتها حساسه يعني مش عارفه ليه يعني هو المصطلح مش موجود الفكره حساسه ان انا عندي حساسيه من ماده معينه اوكي بس لا بس لا لا هم مش هم ما بيقصدوهاش كده بتهيألي انا بشرتي حساسه خلاص بس بموت يعني مثلا مصر كلها بقت بشرتها حساسه جوزي نفسه جوزك نفسه بيقولك بشرته بقت حساسه انا بقول له بشرتك حساسه من اي حته مش فاهمه ايه يا جماعه الموضوع ده هو اصلا جوزي يعني بشرته دهنيه جدا يقول لي لا انا بشرتي انا وشي حساس انا وشي بقى حساس قلت له انت وشك بيلمع في دهنيه يقول لي لا انا بشرتي حساسه فبحس ان فعلا كل الناس بتقول ان بشرتها حساسه وده مش صح ما لا هو في طبعا ناس بشرتها حساسه أيوة طبعا بس بتاثر باي حاجه ناس تفتكر بس مش كلنا لا مش كلنا مش كلنا يعني انتوا رايكم ان احنا بقينا حساسين أفضل شوي لا بجد حساسين صح لا وبعدين الرجال كمان بقوا يبصوا في المرايه ويشوفوا ويتابعوا مش عارفه ايه بيعملوا الحركات دي بتشوفوها طبعا لان دلوقتي رجاله كتير قوي بتشوفيها انت شخصيا بشوفها كتير لا يعني في فعلا شريحه كبيره جدا من الرجال دلوقتي مهتمين بنفسهم عارفه انت الراجل لفتره اطول بطبيعه شغله بيبقى قدام الشمس بيبقى يعني لفتره اطول بره البيت مش مهتم قوي بالتغذيه فيقول لك انا حاجه سريعه احطها على وشي تديني الايفكت اللي انا عايزاه او التاثير اللي انا عايزه النضاره الحيويه من غير ما اخد وقت من غير ما اضيع وقت مثلا بس هي حاجه مش محرجه يعني هو في يمكن يا دكتوره دينا رجاله كتير تتكسف تروح تعمل فيلر ايوه تعمل بوتوكس يعني الموضوع تقيل على الفكره تقيله فعلا الفكره تقيله جدا بس ده كلام ده كان زمان يا يمنى بيعملوا دلوقتي والله كله بيعمل دلوقتي بيضطروا كله بيعمل معظم الرجال بتعمل دلوقتي وبيستخدموا كتير رجال بتستخدم ماسي درو جولد ومش قادره اقول لك مبسوطين ازاي وفنانين اعرفهم يعني معرفه شخصيه مبسوطين جدا ما تخليناش نتكلم بقى عشان هيقعدوا يقولوا لك ايه هم كتير جدا طبعا من زميلاتنا والفنانين ومذيعات ماسي معاهم على طول ايوه بس بقى هيجي يقولوا لك طب ما هو انتوا بقى انتوا الفئه انا بشوفها كتير على صفحات الفيسبوك انتوا عاملين ماسي درو جولد لطبقه معينه لو جم قعدوا معانا في الكول سنتر هيشوفوا فعلا احنا مش في ده مش في مش مش بنستهدف طبقه معينه احنا جميع الطبقات سيدات عاملات سيدات مش عاملات رباط منزل كتير بقول للست اللي قاعده في البيت لازم تستخدم ماسي مش معنى ان هي ما بتنزلش مش بتنزل يعني تشتغل او هي شايفه ان مظهرها مش مهم مظهرك مهم لنفسك يعني قبل يعني اهم مهم قوي طبعا الست اللي بتشتغل ليه بقول مهم ليها ماسي لان الشغل هو مظهرها رقم واحد بيديها ثقه بنفسها طبعا لكن الست اللي بتشتغل اللي ما بتشتغلش مظهرك مهم جدا فعندنا كل الطبقات احنا مش مقتصرين على اي كلاس ولا بي كلاس ولا سي كلاس احنا موجودين من الاي كلاس للسي كلاس فدي حاجه حلوه قوي وانا استغربتها يومنا ان حتى الناس البسيطه جدا بقت ستات مهتميه جدا بشكلهم ست مثلا عايز اقول لك مثلا عميله عندي واخده كتير قوي يعني واخده يجي 7 علب يا فبقولها بتقولي مغرمه بقى طب وعندي في عميل ساكن في القاهره
احنا طبعا كان عندنا الشحنة خلصت والحمد لله بطمن كل الناس ان الشحنة الجديدة رجعت وبتطورات قوية جدا. هي لسه بتعديلات عاملين تعديلات قوية جدا لان فعلا كان عندنا حجوزات كتيرة بالهبل وكالأسف لسه الشحنة ما جاتش من ايطاليا. فعندي عميل بيقول لي انا والله ما اقدر اعيش من غيره، ده بيتكلم يعني واخد مني ثلاثة ورجع اخد واحدة في الشحنه الجديده وعندي بكره لي واحده. فمبسوط جدا. وبعدين هم يعني في دلوقتي كتير عملاء بياخدوا بالاثنين والثلاثه خايفين ان احنا بعد فتره شحنه ونرجع تاني نستورد من ايطاليا. فبطمن كل اللي بيتفرجوا علينا ستات ورجال ان ماسي دروجولد موجود وبتعديلات قويه جدا جدا، حتى الذهب فيه بكميه قويه والسيراميد والكافيار. فما تقلقوش خالص خالص، اول ما هتتكلموا في الكول سنتر هتلاقوا ماسي دروجولد موجود لحد عندكم يعني. طيب نروح لتقرير يا جماعة. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا 10 سنوات. Maci d'Or Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Maci d'Or Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. من خلال خبرتكم يعني في الموضوع ده، انتوا شايفين انه انه سن بيهتم اكتر، او هل في سن معين هو اللي مثلا بيطلب كتير او بيتكلم كتير او بيتصل كتير؟ يعني ثلاثينات. ليه بقى؟ لان الثلاثين ده اللي هو انت مش محصله، انت مش صغيره قوي وفي نفس الوقت انت مش كبيره قوي، فانت عايزه تعملي وقايه بروفيلاكتيك. فبتبقي عايزه تعالجي التجاعيد، عايزه تلحقي نفسك قبل ما يطلع اي حاجه. فبيستخدموا ماسي كتير. وكمان ظهر معاهم بعض مشاكل. يعني في مشاكل ظهرت وعايزين بقى يحافظوا. يعني هما بدا مثلا ظهر تجاعيد فاللي هو لا ايه ده، يبصوا في المرايه انا الخطوط ظهرت لي، انا في كرمشه. فعايزين يلحقوا نفسهم. هي دي يعني الثلاثينات السيدات يعني. اللي في في الثلاثينات اكتر ستات من خلال خبرتك. سيدات ورجال طبعا. الاثنين هما بيبصوا في المرايه ونفسهم على جواز، واللي داخلين على جواز. ما احنا مش عارفين بقى هما هيتجوزوا امتى. يعني هتتجوز بقى 20، هتتجوز 30. لا انا اقصد يعني من تليفونات الكول سنتر او احنا مثلا ساعات بنرد على الناس بنفسنا فبنسمعهم تقول
تقولي مثلا انا قربت اتجوز مثلا قدامي مثلا 3 4 شهور فعايزه استخدم ماسي، هل هيجيب معايا نتيجه؟ هستخدمه امتى؟ انا عايزه اشتري فتره كافيه بتهيألي 3 4 شهور دي كافية جدا نتيجه بالرغم ان هو يقعد معاكي 6 شهور بس. طبعا ماسي دورو جولد بيعمل تحسن تدريجي يا يمنى. انا اول دهنه بشوف الجولد بارتكلز، اول دهنه بشوف نضاره عاليه جدا، بعد اسبوعين او بعد مثلا بعد شهر شهرين تبتدي مثلا مشكله التصبغات والبقع تبتدي انها تفتح معايا، لان هو احنا بنسميه تفتيح تدريجي زي ما بنقول احنا مش من يوم وليله بلاقي يعني العلاج او بلاقي ان خلاص الموضوع اتحسن. فمن 3 4 شهور استخدم ماسي دورو جولد الصبح وبالليل لا طبعا هشوف نتيجه. مش ملاحظين انه في الفتره الاخيره بقى في اهتمام شويه يعني الجيل بتاع دلوقتي مختلف شويه عن الجيل اللي فات يعني حتى الاجيال القديمه دلوقتي بقت بتهتم بشكل كبير جدا، بقى في اتجاه للحاجات دي بشكل كبير، عشان كده بقول لكم ماسي انتشر بشكل كبير جدا لانه جاي على مزاج الناس. صح يعني جاي على مزاج الناس انه انا ابقى قاعده ولا اروح ولا اجي وقاعده وكمان في ميزه انه احنا قبل كده يعني انا بسميه اختراع بصراحه كنا بنجيب حاجات كتير الناس اللي بتهتم يعني الناس اللي فاهمه او بتهتم هتفهم كلامي ده. كنا نقعد نجيب ايه كانت بتبقى ست كبيره ست كده دي نايت دي كريم نهار ده لا مش نهار الاول لا ده انت كنت تحطي السيرم الاول تغسلي وشك الاول ما اعرفش ايه وبعدين تحطي السيرم الاول وبعدين تستني 10 دقائق بعد السيرم تروحي حاطه الكريم بتاع العين تستني 10 دقائق بعدها تحطي كريم النهار شغلنا بقى احنا فاضيين بقى لما انزل احط سان بلوك ولما ارجع احط كريم بتاع الرقبه وبعدين قبل ما انام النايت كريم لا يعني ولو كتير. عايزه مثلا كريم تفتيح كمان بقى لوحده وكريم تجاعيد احنا نسيب كل حاجه بقى احنا نسيب اللي ورانا وكله ونقعد بقى نركز في الحاجات دي كتير يعني اجراءات كتيره قوي يعني بقول فعلا لازم تبقى واحده فاضيه خالص وقاعده بس حاطه رجل على رجل ومركزه في وشها. حتى الست اللي ما بتشتغلش متجوزه الست اللي ما بتشتغلش عندها عيال وراها مليون بتصحى من النوم طبعا وراها عيالها وراها مدارسهم وراهم لو هتوديهم نادي لو وراها تشوف جوزها عايز ياكل ايه عندها حاجات كتير قوي. فطبعا انت عارفه دلوقتي التكنولوجيا بقت متطوره قوي كوزماتكس لاين بقت تطور رهيب وعايزه اقول فعلا مش بس يا يمنى الثلاثينات يعني طبعا ثلاثينات كتير انا عندي عملاء ستات معايا فوق ال 50 سنه لا انت ليكي حبايبك اللي بيحبوكي قوي دول فعلا عندي ستات فعلا عندها 50 و60 سنه و70 سنه هوانم قوي وعايزه على طول وشها يبقى حلو ومش عايزه تلجا لفيلرز ومش عايزه تلجا لبوتوكس فماسي دورو جولد مش مقتصر على سن معين طبعا مهم قوي للستات او البنات اللي هتتجوز لان البنت اللي بتتجوز بتبقى قاعده في كامل علاقتها مع خطيبها ومع اهل خطيبها فطبعا عايزه لما تتجوز بقى تصحى من النوم مفيش الكلام ده كل واحد بيبقى على طبيعته. والله انا بحب الواحده تبقى على طبيعتها منه هي في مخطوبه. ايوه بصراحه يعني أيوة. ايه عشان برضو يعني ما حدش ضامن حاجه. ايوه من وانت مخطوبه بلاش الميك اب الكتير بلاش الاوفر الكتير لو هي متضايقه يمنى ان وشها بيل طبعا اي بنت لا عالجيه عالجيه ما تداريهوش اوعي وانت مخطوبه تداري بجد والله العظيم واهم عالجي. حاجه ان خطيبها يقول لها ايه لا ايه الحلاوه دي انت احلى واحده شفتها في حياتي دي خلاص هي كده مبسوطه لو هي وشها بيل او كده كفايه مش بس خطيبها لو واحده صاحبتها انت ليه وشك تعبان النهارده اليوم بيقفل جامد اي بنت حتى مش بس مع خطيبها خارجه مع بنات صحابها عايزه تبقى هي الكاريزما بتاعتها عايزه يبقى عليها العين عايزه ان صحابي يقول لها شكلك حلو قوي طبعا كل الكلام ده مع ماسي ده فعلا ان بيديها نضاره من اول الاستخدام ليه على طول بنقول ماسي ملوش منافس ماسي لوحده ماسي حقق انتشار كبير جدا مش بس في مصر رحت دبي ورحت بلاد كتير عارفين ماسي دورو جولد وعايزه اقول ان احنا بنوصل لجميع انحاء العالم يعني يعني مش بس داخل مصر احنا نقدر نوصل لا هو منتشر بره كمان احنا عندنا بره. طبعا شركات وعايزه اقول لك في فئه كبيره جدا عايشه بره مثلا في باريس او في اي مكان في امريكا او ده حافظينه حافظينه وبيوصل لهم
يعني بيقدر يوصل لهم لحد عندهم. عندنا طبعا صفحاتنا على الفيسبوك، دي صفحاتنا الرسميه، عند فيها ارقام منها اللي موجوده على الشاشه ومنها ارقام تانية مختلفه. فناس كتير احنا حبينا نلم. طبعا السوشيال ميديا بقى فيها اختراق رهيب، بقى في ناس كتير قوي مركزه في السوشيال ميديا وهي قاعده في شغلها، ما بيفتحوش التلفزيون عندهم في الشغل. فاحنا حتى الناس اللي ما بتفتحش التلفزيون كتير وصلنا لهم يعني عن طريق الميديا، في طبعا القناه المحترمه بتاعتنا قناه دريم، وعن طريق صفحاتنا على الفيسبوك كمان. عايزه اقول برضو على حاجه يا يمنى، هو ماسي دورجولد بعد فتره احنا قلنا ان هو بيستمر لمده 6 شهور، بعد ما بتخلصي عبوه ماسي بيبقى انت في غنى تام عن ان انت تستخدمي ميك اب. ليه؟ لان وشك اتعالج تماما العيوب اللي فيه. يعني ده تعقيبا على النقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان انت وشك احنا بنحط الميك اب عشان ايه؟ عشان لو في عيب، في غمقان، في تصبغات جلديه، الحاجات دي كلها بتتعالج بالميك اب. ففعلا بعد الست شهور، بعد ما بتخلصي الست شهور بتوع ماسي دورجولد، انت بتبقي في غنى تماما ان انت تستخدمي ميك اب. ما ببقاش عايزه استخدم ميك اب لان انا ما فيش عيوب في بشرتي، بشرتي نضره، بشرتي فيها اشراقه، بشرتي ما فيهاش اي عيوب وما فيهاش تجاعيد، فانا مش محتاجه فعلا ميك اب ان انا استخدم. وهو في ناس كتير برضو يا دكتوره دينا بتقول طب انا بعد الكورس هيرجع لي المشاكل تاني يا جماعه؟ يعني دلوقتي استخدمته اهو 5 شهور ولا 6 شهور وتعالجته وبقيت زي الفل، تمام، طب وبعدين هترجع لي المشاكل تاني؟ فكرته هم يقصدوا انه فكرته زي فكره البوتوكس والفيلر ان هي ترجع تاني؟ لا خالص، لا بالعكس، انا استخدامي ماسي دورو جولد لمده 6 شهور اولا بيعالج كل المشاكل يا يمنى، الكلف، النمش، الهالات السوداء، التجاعيد السطحيه، الخطوط التعبيريه. طيب بعد 6 شهور انا ايه المطلوب مني؟ كل المطلوب ان احنا نبتدي بقى نهتم بايه؟ بعاداتنا. ايه العادات؟ ان انا اشرب ميه كتير، ان انا اكل، احاول على قد ما اقدر ان انا اكل هيلثي فود، ابعد تماما عن الفاست فود، العب رياضه، ان انا احافظ على شرب الميه، دي نمبر 1 لازم لازم احافظ على شربي للميه، لان ده بيساعد تماما على ان انا ما يظهرش معايا التجاعيد تاني، ما يظهرش معايا اي خطوط تعبيريه، الهالات السوداء هبعد عنها تماما. ففكره 6 شهور، 6 شهور كافيه جدا لعلاج المشاكل، بس ما بعد 6 شهور انا المطلوب مني يعني عنايه يوميه، بس عنايه على فكره دي يعني ليكي لصحتك. لا هو يعني هو المفروض الواحد يستخسر بقى اللي هو عمله بالظبط. يعني انا بشوف ناس والله العظيم بزعل جدا، يعني بتبقى فعلا مش مهتمه، ظلمه نفسها يعني، ده ظلم للنفس. وبعدين يجوا يزعلوا ويشتكوا ان حصلت لهم مشاكل نفسيه او حصلت لهم مشاكل اسريه او مشاكل اجتماعيه. كتير جدا من السيدات يا جماعه اللي بتعيب على الرجال في حاجات كتير، انه مثلا بص لغيرها او راح ما اعرفش عمل ايه او ما بديش اي مبرر للراجل ان هو يعمل كده طبعا، بس انت عليكي دور. ما هو انت اكيد قصرتي حاجة بصرف النظر عن انه في رجال طبعا ممكن تعمل كده وزوجاتها ستات زي الفل، لكن انا بتكلم في اللي هو المنتشر، المنتشر انه انت اكيد قصرتي في حاجه او اهملتي في حاجه، علشان كده هو ما بديش مبرر تاني إن هو عمل كده. وعاده انت بتبقي عارفه انت مقصره في ايه، هي يعني انت بتبقي عارفه. يومنا الستات، في سيدات متزوجات بتهتم بنفسها جدا، في سيدات متزوجات طبعا ولاءها كله لاولادها وزوجها، ما عندهاش وقت انها تنزل تروح مراكز تجميل، او انا كل شويه كل شهر هنزل. انا ما بقولش يروح يا دكتوره دينا مراكز تجميل، هو ده بقى اللي بقوله. انا ما بقولش كده خالص، انا بقول اهتمي بنفسك، وبصرف النظر يعني بصرف النظر عن اي حاجه، اهتمي اهتمي، ده ماسي هيدعم ده. والحلو يا يمنى في ماسي وانه سهل الممتنع، يعني هو في كل حاجه وموجود معاكي في اوضه نومك، بتحطي منه مره الصبح ومره بالليل، فحاجة سهلة، لا هتضيعي وقتك في مراكز تجميل ولا هتضيعي وقتك في كريمات كتيرة قوي موجودة عندك، لا هو كريم واحد بيغنيك عن كل الكريمات. فماسي دورجولد سهل للسيدات اللي على طول مشغولة. يعني في سيدات برضو بتشتغل تقول لك أنا لسه هنزل وهروح وهاجي، لا هو ماسي دورجولد بيغنيك عن كل الكلام ده، وبيتحط مرة الصبح ومرة بالليل. هتحطيه أنا الحقيقة بستخدم ماسي بالليل، في ناس كتير يعني بتستخدمه بالليل، بالليل بس. لكن لو استخدمناه بالليل هنحط الصبح سان بلوك. هو ماسي فيه سان بلوك، يعني انا بقول للناس اللي بتستخدم ماسي دورجولد مره واحده بس بالليل، هو مصنوع بالنانو تكنولوجي وسريع الامتصاص. هنصحى من النوم لو مش هنستخدم ماسي، لو نازلين في شمس فظيعه بنحط سان بلوك. فدي حاجه مهمه قوي لو هنستخدمه مره واحده. وبعدين حاجه مهمه كتير عملاء عايزين يحافظوا عليه قوي، فبيحطوه في الثلاجه على اساس ان مع اللحمه
ماسي درجات يعني هم شايفين هو فيه ذهب وفيه حاجات قيمه فبيحفظوه في الثلاجه. ماسي درجات مش بتحفظ في الثلاجه، هي في درجه الحراره الاوضه العاديه من 10 ل 30 درجه مئويه، ما نحطوش في الشمس، ما تسيبوش في العربيه يعني. الشمس بتعمل له اكسده وبتعمل، انت مش بس ماسي، اي كريم ما يتحطش في الشمس، اي حاجه ما تتحطش في الشمس اساسا وتستخدم تاني. بعدين نحطه في العربيه، طب افرضي بقى اتحط في العربيه وحد قعد عليه واتكسر، هنعمل ايه بقى؟ هتبقى مشكله. فاحنا نحافظ عليه برده مش في شنطه العربيه يا دكتور، يعني في ناس بيسيبوا بقى. لا 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 اولا حر جدا يعني شنطه، احنا دلوقتي يمكن درجه حراره 40 وحاجات، فهو عمل حطه في اوضتنا. فطبعا ماسي دروجولد على طول اقول هو رقم واحد في عالم التجميل. دكتوره حنان ليكوا فروع في اماكن كتير؟ احنا لينا، تقولي لنا الفروع بتاعتكم. بالظبط، احنا لينا فعلا كذا فرع يمنى. احنا ماسي فارم ايطالي، ده الفرع الرئيسي في ايطاليا، وزي ما دايما بنقول ان ماسي دروجولد متصنع من الالف للياء في ايطاليا، فروم اي تو زد. المواد الخام بتاعته ايطاليه، الساينتست او العلماء اللي صنعوا ماسي هم ايطاليين، المصنع نفسه في ايطاليا، الاجهزه في ايطاليا، يعني هو متصنع من الالف للياء في ايطاليا. فده الفرع الرئيسي ماسي فارم ايطالي. في كمان عندنا ماسي فارم اللي هو ايجيبت اللي هو مقره في محافظه القاهره، وفي فرعين عندنا في دبي، ماسي فارم جلف في المنطقه الحره في جبل علي في دبي، وفي ماسي فارم كوزماتكس لمستحضرات التجميل، وقريبا جدا ماسي فارم في يو اس اي، في مقر ماسي فارم هيبقى مقره في ولايه فيلادلفيا. يعني يمكن منتشرين في اماكن كتير، واعتقد ردود الافعال بتختلف من مكان لمكان. اكيد احنا بصي مش سايبين حته يوم، والله ما سايبين حته، يعني ما شاء الله بجد. الناس مثلا لما بتتكلم مثلا تقول لك يعني انا في الصعيد هتقولي بتبقى مستغربه يعني مثلاً. هينفع يا جماعه او توصلوا للصعيد؟ مره قلت لي على اسم مكان او انت صح قلتي قريه جوه ما اعرفش ايه جوه مش عارف ايه، يعني فعلا بتوصلوا؟ بنوصل احنا، انت بتديني العنوان بالتفصيل، ان شاء الله باذن الله المندوب بيوصلك للمكان اللي انت عايزاه. هي انا بتكلم ان الناس بتسال يا جماعه انتوا بتيجوا المحافظات، بتيجوا محافظات الصعيد، بتيجوا طب الشرقيه، بتيجوا المنصوره، بتيجوا بتروحوا، احنا في كل حته، شرم الشيخ، الغردقه، بنوصل. احنا حتى لينا مثلا ارقام خاصه مثلا بجميع انحاء العالم، احنا بنوصل للعالم كله. فاحنا يمنى مش سايبين حته، اي حد هيعايز او عايز يوصل لماسي دوره يعني مفيش اي صعوبه في الحصول على ماسي نهائي. نهائي، هو الفكره ان انا ممكن بس اخد بضع ايام، يعني ايام لحد ما اوصل لك بس، مش اكتر. يعني مثلا خارج مصر، لو خارج مصر ياخد مثلا وقت مثلا ماكسيمم اسبوع بس. أوكي. مش اكتر من كده. لكن المحافظات طبعا مصر او كده، او مثلا دول الخليج، او يعني المحافظات في نفس الوقت، المحافظات في نفس الوقت بتوصل في نفس الوقت. بتديني العنوان بالتفصيل، اي حد عايز ماسي دورو جولد بيبقى من خلال يا يمنى الارقام اللي موجوده على الشاشه، ارقام خاصه بالقاهره ومحافظاتها، وفي ارقام خاصه بدبي والامارات، وفي ارقام خاصه بجميع انحاء العالم. وطبعا ما ننساش برضو الناس اللي مش متابعه على التي في او كده، بيبقى من خلال صفحاتنا على الفيسبوك. الدكتوره دينا، هل في شروط للوكيل؟ يعني الوكاله، اي حد عايز ياخد وكاله ماسي؟ ماسي دروجولد الحقيقه يعني بفضل ربنا في الاول، ان كل بلاد كتيره قوي عايزه تاخد وكاله ماسي دروجولد، بس ممكن في بلد بيبقى فيه كذا شركه. مهم قوي ان شركه ماسي فارم بتنقي الوكيل بتاعها، لان شركه ماسي فارم تعبت جدا في ماسي دروجولد، فبنقي الوكيل بتاعنا حيث السمعه الطيبه للكوزماتكس. طبعا احنا من ناحيتنا بنقدر ندعمهم جدا بالميديا وبالتريننج على ماسي دروجولد. فطبعا احنا لما بنيجي ننتقي وكيلنا بننتقي بيه بشروط محدده. يعني انا عايزه كل واحده فيكم تقول نصيحه لكل الستات اللي بتشوفنا دلوقتي، تعمل ايه بما انك ولكوا معجبات؟ ايوه ومعجبين. نصيحتي كل الستات اللي بتتفرج علينا، ما تهمليش في نفسك وما تخافيش ابدا من السن، تحطي رجل على رجل وانت بتستخدمي ماسي دروجولد. لازم يبقى عندك ثقه بنفسك، لازم طبعا النفسيه مهمه قوي انها تبقى كويسه، تشربي ميه كويس، ومع ماسي دروجولد ما تخافيش، على طول هيبقى عندك ثقه بنفسك.
تقولي والله بصي انا اهم حاجه يعني بقدم طبعا نصيحه لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا ان هم فعلا ما يهملوش في بشرتهم يومنا، لان دايما لما بتحلي المشكله في اولها بيبقى احسن بكتير لما تستني في اي حاجه، حتى في المرض يعني لو لو قدر الله بعد الشر يعني في مرض او كده دايما بتلحقي الحاجه من اولها فبتبقى التحسن احسن كتير والنتيجه افضل كتير. فاللي عنده اي مشكله في بشرته يلحق من الاول يستخدم ماسي دروجولد، بنستخدمه مره الصبح ومره بالليل، بناكل كويس قوي، نلعب رياضه، نهتم نشرب كميه كبيره من الميه وان شاء الله خير يعني. دكتوره دينا، هو بس تكمله على كلام دكتور حنان ان احنا برضو غير الناس اللي ما عندهاش مشاكل، الناس اللي هي لسه صغيره أيوه. ازاي ان احنا نحافظ على بشرتنا؟ ان احنا نستخدم ماسي دورو جولد يا جماعه، مش لازم يبقى عندي اي مشاكل خالص. انا بستخدم حاجه تخليني على طول وشي فيه نضاره عاليه جدا، وشي فيه ترطيب عالي جدا، استفدت منه 100% بالفيلر والبوتوكس كمان اللي فيه. بشكركم ان شاء الله كله يستفيد منه يا رب باذن الله. انا بشكركم على وجودكم معايا النهارده، دكتوره دينا، دكتوره حنان، دكتوره دينا. احنا حلقتنا خلصت، بنقابلكم يوميا 8 3 عصرا والاعاده 8 صباحا. اي حد عنده سؤال او استفسار دي صفحتي الشخصيه تقدروا تبعتوا لي من خلالها. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.